أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، اليوم يومنا حافل. يا أخي ذي المقدمة الزفت. اليوم عندنا اليوم مقطعنا غير. اليوم سنير يا جماعة غير اللي بيسوي المقدمة. تكلمي. يلا مو مشكلة. اليوم يا جماعة الخير راح نكتشف ما هو وهل شونك. بعدين ما أدري. أبغى مقدمة يا رامي المشاهد يقول ما في. قبل سنة كاملة عزيزي المشاهد نزل مقطع اسمه حقيقة شونك بونك. المقطع يا جماعة الخير وصل تقريبا فوق 3 مليون مشاهدة وأكثر من 390 ألف لايك. فقررت اليوم عزيزي وعزيزتي المشاهدة إني أشفي غليل أي ملقوف جالس يبحث أو أي شخص محب ومهتم جالس يبحث عني. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة المقطع يا جماعة أني راح أدخل جوجل الآن وراح أكتب حروف الأسئلة اللي تجي مثلا هل كيف ومتى وإلى آخره من أشياء، وبعدها بكتب اسمي وبأشوف العالم إيش جالسة تدور وتذبش من وراي. إذا أنت قاعد طالعني ترى والله العظيم إني أنبسط إذا شفت تفاعل منكم على لايكات وكومنتات. اكتب رأيك بكل مصداقية تحت في الكومنت وعطني تقييمك على المقطع باللايك اللي يحمسني والديسلايك اللي ما يحمسني. لا أعطيك كف على عينك. لا 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 أحمد أحمد يا أخوان بوريكم شيء. وا صور إعلان. فلوس. تعال امسكي. الحمد لله هذا فلوس عشان إعلان. شوف لازم إعلان لازم يا جماعة. هذه رقبة العيش. يا جماعة الخير الحياة سيرفايفل وصعبة. ركزوا معي بقول لكم والله حاجة حلوة. اسمع اسمع كالعادة بدون أي سابق انذار تسجيل دخول نون على طول. ركز معي ركز معي. نون مسوين تخفيضات يا أخوان في الموقع عندهم توصل ل 60%. سماعات أجهزة ساعات. يعني تخيل معي كذا أنت نازل بس لا 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 2699 ألقم 2299 خصم ابن الذين. يعني مثال أنت تبغى بلاي ستيشن. مثال أنت دخلت قائمة البلاي ستيشن بسم الله الرحمن الرحيم السعر 3999 سووا لك تخفيض صار 3399 مو كذا وبس. شوف معي يا عزيزي المشاهد اول ما يخطر ببالك تشتري شيء من نون تذكر انا دائما بضبطك. روح حط اس اكس بي يو اربع حروف مو 6 بي ضيف يو بالاخير بعد وبينزاد عليك الخصم خصمين مع كود الدعم ويصير عندك 50 ريال تخفيض. وزيدكم من الشعر بيت نون صار عندهم قائمه اسمها قائمه البقاله. تدخل عزيزي المشاهد وتطلب على طول باشياء وتخفيضات للراس. رابطهم تحت عليكم بالعافيه يا جماعه الخير وصلوا على نبينا محمد. قولوا لا اله الا الله وما شاء الله ولا تنسون اس اكس بي يو الرابط تحت. مشاهده ممتعه الباقي المقطع. نبدا بسم الله ونقول قبلها يا جماعه طلب بسيط. المقاطع هذه تاخذ وقت فاتمنى منك لا تنسى اللايك اللي يحمسني مره ويخليني انزل كثير اشياء كذا غريبه والاشتراك اذا ان جديد. واذا ما عجبك المقطع الله يعطيك العافيه مو مشكله عطني بعد لايك. بسم الله. طيب اسمي بالله ونبدا يا جماعه الخير كاي مقطع بدايه في الطبيعه نبدا بالاسم الحاله شونك بونك وبنحاول ما نجيب نفس المقطع اللي فات. بنشوف اليوم وش بعد السنه هذه العالم صارت تبحث عني وتدور. خلينا نبدا شونقه. الى الحين موجوده شونك يبكي الى الحين. ما نبغى نعيد الدراما اللي صارت في المقطع الاخير والقضيه اللي انفتحت على البكاء. خلينا نكمل شونك بونك. شونك بونك شونك بونك تويتر شونك بونك يبكي شونك بونك ويكيبيديا فورتنايت جديد جراند تامرا من كلها اشياء طبيعيه طبيعي الشخص يبحث عنها ما يعتبر لقافه الى الان. شونك بونك ويكيبيديا خلينا نشوف من هو شونك اكس بونك جنسيته حسابه سناب شاته عمره. اوكي هذا ويكيبيديا كامل منزل عني. خلونا نشوف بسم الله. خبر يتحدث عن كم مشتركين من اليوتيوب شونك اكس بونك على مواقع التواصل الاجتماعي. لا 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 لا. طيب لمن يبحث على كم عدد المشتركين ما ادري مين اللي بيبحثوا في قناتي في اليوتيوب لكن هذه 4 مليون. يعني التحديث هذا قريب هذا التاريخ. من هو شونك بونك؟ هو شونك بونك شونك اكس بونك هو احد صانعي المحتوى في المملكه العربيه السعوديه واسمه احمد الذي يبلغ من العمر 23 عام من مواليد غلط. مين طلع التاريخ هذا؟ مين هذا الشخص اللي طلع 1997؟ إشاعة. أنا من مواليد 1998 الشهر الأول يوم 13 يعني 13 يوم أصير 97 وقد ولد في منطقة عسير. على كيف مين؟ الصفحة العربية والله أشكركم على مجهودكم لكن المصدر اللي يعطيكم المعلومات هذا تعبان. أنا من مواليد الشرقية منطقة الظهران لكن أرجع للجنوب لمنطقة عسير بس ما ولدت فيها لا تكيسون. واح ويتواجد في المنطقة الشرقية في الوقت الحالي. غلط أنا في الرياض لكن يروح شرقية يعني. وقناته شونك إكس بونج هي أحد أبرز القنوات التي تهتم في عالم الألعاب مثل فورتنايت. شكرا جزيلا. طيب عشان ما نطول هنا عندهم شكرا للصفحة العربية على المقالة اللطيفة هذه. أشكركم على
يعني بعض المعلومات بسيطه ما تضر، لكن اشكركم عموما. نكمل بدايه طبيعيه، شفنا شنق. خلينا نروح الان عند ادوات الاسئله اللي الناس تسال فيها وتكون ملقوفه، تمام؟ طيب، هل شنق، هل شنق بونق قحطاني؟ هل شنق متزوج؟ هل شنق بونق مات؟ هل شنق مات؟ هل شنق بونق تركي؟ هل شنق بونق يدخن؟ ابي اشوف هذه النوعيه يا جماعه وش وضعها. تدور كذا فضايح. انا ابغى فضايح. هذه متعطشه لاثاره الجدل، نبي ندخل عليها. خلينا نشوف. بسم الله مع بعض. شنق يدخن، ماني مصدق. يا ساتر، بسم الله، والله ما شفت المقطع، بشوفه معكم الان. تيك توك طبيعي طبيعي، التيك توك لازم. خلينا نكبر. شنق بونق يدخن، بسم الله. اثاره اشتد. تيك توك. تيك توك تيك 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 توك تيك 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 توك. ايوه تيك 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 توك. السجارة بتطلع الان. السجارة السجارة متأكد يا بي. طيب ليش يا جماعة في 140 ألف واحد هنا، وليش شنق يدخن ماني مصدق كاتبها، وليش في 1000 واحد سوى لايك وماني أدخن؟ يا أخي بيصير بالله، وين التدخين؟ بعدين بينه وبين ربه مالك دخل. تبي تخرب سمعة الرجال؟ ما تقدر، تخسي في وجهك والله. رجال يا أبو فلة، أبو فلة تجاري. تبي تخرب سمعة الرجال يا بزر؟ وين التدخين؟ وين؟ ما شفته يدخن، ما أحب الإشاعات. يا زينك والله فوق 100 ألف شخص شافوه، وأتوقع كلهم دعاوي عليك. لا، نفس الناس هذه ما تدعون عليها يا جماعة. لا 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 لا, لا. هذه تدعون لها، الله يهديك. ليش؟ لأن عقلهم يجيك صغير وصغار بالعمر، ومو عارفين كيف يعني يحسبون هذا الشيء بيجيب لهم مشتركات ومشاهدات والعالم بتصير تحبهم. غلط. والأهم يا جماعة أن حتى لو في إنسان أيا كان طلع عليه يوم من الأيام شيء لا سمح الله يشوهه، تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في معنى من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة. ما تبغى ربي يستر عليك يوم القيامة، يوم الحساب. يا جماعة الخير، حتى لو ما تبغى ربي يوم القيامة يستر عليك أمام الخلق وامامه عز وجل، هذه عينه بسيطه في المجتمع، طبيعي الواحد يقابلها بالسوشيال ميديا، طبيعي جدا. واهم شيء انه ما يلف لهم او يتاثر. نكمل. شونغ ما. طيب شونغ مات ولا لا؟ هذا واحد طفشان يبغى يعرف انا مت ولا لا. الزبده اعطيني الاخر. شونغ مات ولا لا؟ شونغ مات. ثانيتين. هذه الاشاعه بام عينيها. بسم الله. كل زق. هذا ليش زعلان؟ دقيقة دقيقة، هذا شكله زعلان، كتب شنق مات في العنوان. العالم تيجي تسمع ويلقمهم، تسعة ديسلايك. جي جي يا جماعة، 181 دقمها غير، يلا مو مشكلة. كيف شنق، خلنا نكتب، تعرف على ناصر، كيف شنق يعطي عيديات؟ كيف شنق يعطي عيديات؟ هذا مقطع صح. شنق كيف تعرف القاتل؟ كيف ترسم شنق بونق؟ كيف أضيف شنق؟ كيف أجيب علامة شنق؟ كيف أسوي إعدادات شنق؟ كيف أحط علامة شنق؟ كيف تسوي علامة شنق؟ وش علامتي؟ 25,000 مشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جميعكم في مقطع كذا سريع. أيوة. عن 34 ثانية. في علامة كذا يحطها شنق إكسبوند، أنا علامة أسطورية مرة صراحة. الله يعطيكم العافية، منزلين شرح حرف. هذه يعني العلامات بحطها لكم في الديسكريبشن، وبحطها في التعليقات. شباب السلام عليكم، هذا مو علامة. الله يعطيكم العافية، هذه مو علامة. هذه تروح جوجل هنا تكتب إيش؟ تكتب رموز، تاخذ الرمز تحطه جنب اسمك. مقطع يوتيوب شرح. والله لو جاييني في الشات حقولون لايف كاتبين لي ابغى علامتك شنق من عيوني. ها، جميع الرموز والاشكال النصيه والحروف النادره. بسم الله، انتهى المقطع. شنق بونق، حقائق عن شنق بونق، حقائق عن شنق بونق، 10 حقائق ربما لا تعرفها عن شنق اكس بونق. بسم الله، 194,000 مشاهده. 1. عن شنق اكس بونق، الشاب السعودي أحمد والمعروف أكثر باسم شونغ إكس بونغ بعمر 23 سنة من مواليده 1907. طيب مو مشكلة، يلا بس بسنة ورم. مقيم بالشرقية، رغم تواجد أحمد حاليا في الشرقية إلا أنه في الحقيقة من الجنوب، تحديدا من سرات عبيدة في منطقة عسير في الجنوب. ممتاز. عن القناة، قناة شونغ إكس بونغ هي قناة ينشر فيها أحمد فيديوهات الجيمين بالأخص لعبة فورتنايت. 4. الدخل الشهري، الشهري للقناة يتراوح. أيوة 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 أيوة. هذه أهم شيء، بين 12.9000 دولار و 206,000 دولار شهريا. 200 وكم؟ 206,000 دولار شهريا. 5. 206,000 دولار شهريا. ركز معي، انا ادري انك ماخذ هذه من سوشيال بليد، لكن والله ولا يوتيوبر في البشريه ممكن يوصل للمبلغ اللي ذكرت هذا، ولا حتى يمكن نصه بعد. اوكي، هدي لي شوي المعلومات.
10 100,000. في 11 نوفمبر 2019 استطاع أن يصل بث أحمد لأكثر من 100 مشاهد وليكون هو أكبر ستريمر في منصة تويتش في ذاك اليوم وليكون الأول كذلك في التريند الخاص بالموضوع. ممتاز. لا شوفوا بشكل عام المعلومات اللي قاعد يقولها والله صحيحة يستاهل لايك. هل شونغ متزوج؟ أحمد شونغ بونغ طلع متزوج. أوه تيك توك شكلها تيك توك. خلنا نشوف. أحمد متزوج أيوة عنده ولدين. الله يقطع يا أخي ليه تعلمهم يا أخي. يا اخي عادي ما فيها شيء ترى ما فيها شيء. لا الله يقطع شيطانك لي سنين اخبي عادي. يا الله يا عيال تكفون قولوا لكم ما تصدقون كم متزوج يا عيال تكفون قولوا لكم ما تصدقون الاشياء هذه تكفون اقول لكم تفرقون بين المزح والجد. طيب الان اللحظه المنتظره نروح لليوتيوب اكثر مكان ممكن تحصل فيه اشاعات وكلام جرايد. بسم الله شونغ او ممدانا شونغ يدخن شونغ بونغ شونغ يرقص شونغ لابس ثوب. في واحد هنا يدورني وانا لابس ثوب ما شاء الله. طلع من هل شونغ طلع من برا هل شونغ فيه هذا يكلم اليوتيوب يا عيال. يا ابني الله يعطيك العافيه ترى ما بيرد عليك اليوتيوب يقول لا والله مشغول حاليا ما في احد يسوي لي كذا. ها وش مع شونغ مشكلتي مع شونغ سبيته. ما قاعد تشوف عنده إنجازات محتوى صراحة مرة سيء يوتيوبر جدا سيء وراح نحطه من سيء جدا. أوكي خير. في يوم من الأيام أنا فكرت فكرة إني أسوي تقييم اليوتيوبرز لكن بنكهتي الخاصة بما إنه اليوتيوبرز نزلوا أكثر يوتيوبرز جدا كثير فصرت أنا من أواخر الناس اللي ينزلون تقييم اليوتيوبرز فحبيت إني أنا أكون لشيء جديد شيء بنكهتي الحلوة أكون مختلف عن الجميع كلهم فحبيت إني أسوي عكس ايام وكنا بحبينا اسوي التحدي نفس الوقت اقيم اليوتيوبرز بالعكس والناس هم اوكي فهمت الان يعني قصد ان المقطع تقييم اليوتيوبر لكن اللي يكره يحبه اوكي بس هذا مو فكره المقطع فكره المقطع انه يعلق على مشكلتي. طيب وين مشكلتي؟ انا صراحه جلست شهر كامل اتعذب مرات يجوني بالسناب مرات يجوني بالانستغرام مرات يجوني ببيتنا حتى بيجون بيتنا مرات يجوني بكل مكان قاعد يقولوا لي يا قناص ليش تسب شونغ. طبعا انا قيمت يوتيوبرز اتوقع فوق العشر يوتيوبرز ما جوني كلموني الا متابعين شونغ. مو بقصدي اني انا قاعد افتن بيني وبين متابعين شونغ وبين متابعين القناص لا والله كلنا اخوان وكلنا على قولهم يد واحده وبالعكس اخوي شونغ ما بيني وبينه مشاكل بالعكس اخوي بقلبي وانا صراحه انت. من متابعينه طيب. وقوه تنشر اكون معكم صريح انا ما تاذيت من شونغ انا تاذيت من نوعيه المتابعين اللي عند شونغ قاموا يدخلون علي قاموا الناس في بعض الناس يبون مشاكل بيني وبين شونغ ياخذون مقاطع اللي انا تكلمت عنه في شونغ حطوه بالتيك توك حطوه بكل مكان حطوه والشيء الرئيسي اللي سبب فتن التيك توك. مو قصدي اني انا ماني تيك توكر او انه تيك توك هو طيب انا كنت جالس اصور مقطع الان المفروض اني قاعد اصور مقطع تمام عشان تفهمون السالفه. دخلت لقيت مشكلتي مع شونغ استغربت اصلا من المقطع دخلت اشوف فهمت السالفه طلع ان هذا الشخص والله ما اعرفه لكنه يعني واضح انه حبيب نزل مقطع فكره مقطع تقييم يوتيوبر بالعكس لكن اللي عندي تفلتوا وقلبوها علوم مرجله وليه تسب وليه تقول وتركوا الباقيين كلهم وركزوا على انه سبني وراحوا يدافعون بطريقه غير حضاريه فيها سب وقذف. فانا بتكلم الان عن موضوع مره مهم وخلوا المقطع على الجنب المقطع فيه غير ألف مقطع. بسم الله رامي نبدأ الآن عدل الجلسة. طيب أبي نتكلم الآن عن حاجة وقفنا فكرة المقطع لأنها مرة مهمة ولازم نحط لاحظ أول شيء لأي شخص يحبني أو يقدرني أو وده يسعدني الكلام اللي بقوله لك هذا أتمنى من أعماق قلبي إذا أنت تمثلني وتمثل جمهوري وتمثل الناس اللي يحبوني وأحبهم لازم تركز فيه. وشو يا احمد بكل اختصار يا جماعه في اي مكان سواء في البثوث المباشره سواء في اليوتيوب سواء باي منصه بالسوشيال ميديا يا جماعه والله العظيم انكم اذا رحتوا عند شخص وسبيتوه سواء كان دفاع عني انا او دفاع عنك لكنها يمسني والله انك ما تاذيه قاعد تاذيني انا. خلوني اقول لكم ايش يا جماعه لانك اذا سبيت فلان دفاعا عني ودخلت بالعرض او دخلت باهله وقعدت تسبهم العالم بتبدأ تتحسس مني أنا ومن متابعيني. أنا ما أرضى عليكم يا جماعة الناس تتكلم عليكم أنا مستحيل أسكت ومستحيل أشوف واحد من متابعيني غلطان وجه يدافع عنه. لا إذا أنت إنسان تسب الناس عشان تدافع عني لا والله الله يعطيك العافية بالعكس أنت ما قاعد تدافع عني أنت قاعد تكسب ذنب. أنا أشكركم من أعماق قلبي على كمية الولاء وكمية الدفاع والله أشكركم لكن للناس اللي إذا جت تتكلم باحترام تتكلم بأسلوب مو بقذف أو سب لا يا جماعة. فأنا بوضح فكرة للعموم من هذا المنبر يا جماعة أي متابع يروح يسب فلان أو يدخل بعرض فلان دفاعا عني
اتكلم عن السب. انت شخص ما تمثلني ولا تمثل اي شيء يمد علاقه فيني انا او في اي احد حولي، من متابعين، من جمهور، من اخوان، من الى اخره. انت قوتكم غير طبيعيه، ولاؤكم اسطوري. اقسم بالله اني احيانا ادخل مقاطع ما لها دخل فيني، اشوف ردود يقشعر جسمي من كميه الولاء. الحب هذا والله العظيم انه متبادل. انت زي ما انتم قاعدين تعزوني وترفعون من قدري عند الناس، انا اعزكم. لازم يا جماعة انكم ما تؤذوني عند غيري بالسب والكلام هذا، يشوه من سمعتي، يشوه من سمعتكم. هذا الشيء انا ما ارضاه. اذا انت انسان ما انت على غلط في الكلام اللي قلته، او انت انسان قلبك ابيض وتعبر على اللي بقلبك بدون اي ادنى تصنع او تكبر، واذا انت انسان جيت كتبت تعليق معين او حطيت باسمك اسكسبي او شنق او اي شيء يمد لي بصلة وجاك واحد سبك، لا ترد. اعرف في هذه الحالة ان الشخص هذا اللي جاء نقز عليك وانت ما اذيته، ان هذا هو الطفل، هذا هو اللي عقله صغير، هذا هو اللي عمره من 5 إلى 9 سنوات، هذا اللي اذا قالوا لك طفل ارجع شوف. وبذكر لك سبب بكل اختصار، لان انسان ما حد تعرض له، ما حد اذاه، شاف واحد يحب واحد يتمنى له الخير جاء حسده. انت ليش تسوي كذا؟ انت طفل، انت عقلك صغير، انت عادي مدري ايش، انت عادي مدري ايش. انت اللي عليك اثبت له العكس، كبر عقلك، لا ترد عليه، لا تسب فلان او فلان. دافع، اذا بتدافع دافع باسلوب. روح للشخص قول له ليش تقول هذا الكلام، ما يصير. كبر عقلك، لا تصير صغير عقل. الله يستر عليك، انا ما تعرضتك، بالتوفيق، جزاك الله خير. ايا من كان صدقني هذا الشيء، ردك هذا يكبرك بعينه، يخليه يستحي على وجهه، يخليه يعرف ان عديم حياه واللي جالس يسوي هذا غلط، وقاعد يتدخل بامور الناس اللي ابدا ما ضروا فيها. انا بالنسبه لي احمد، انا داري يا جماعه اني انا داخل مجال السوشيال ميديا، واي صانع محتوى طبيعي يا جماعه انه بيكون في سب، بيكون في شتم عند الكل بدون استثناء مهما كان. والله العلي العظيم يا اخوان، ومن هذا المنبر اني مسامح الكل، وابدا ماني شايل بخاطري على احد، لازم تعرفون هذا الشيء. لكن ما ابغاكم انتم يا المتابعين اللي انا احبكم، اللي ولاءكم والله العظيم انه ما يقدر، سواء من دعم باليوتيوب، سواء من لايكات، مشاهدات، استخدام في كود الدعم، جميع منصات السوشيال ميديا، والعالم تشوف هذا الشيء وانتم سمعتوا باذنكم، لا تخلون الناس والعالم تتحسس مني بسبب بعض الناس. فمن هذا المنبر، اي شخص يسب او يقذف شخص دفاعا عني، انا ابدا ما اتشرف فيه ولا يتابعني، وهذا ما يسمى بالطفل والصغير العقل. باختصار عشان ما نطول، الكل يعرف يا جماعه ان في كميه قوه فيك عزيزي المشاهد اللي قاعد تطالعني غير طبيعيه. عشان نختصر وما نطول يا جماعه، كلنا ندري انك اذا حبيت يوتيوبر ما تتمنى له الشر، تتمنى للناس تحبه مثلك، لكن مو معناته انك تروح تهجم على غيرك. كل اللي اقدر اقوله، اسال المولى عز وجل، اي شخص جالس طالعني الان، والله يا جماعه انكم سعاده مش طبيعيه. انت يا المتابع اللي تحب شخص ودائما تدافع عنه، انت انسان طريقك صحيح، لكن لا تخربه بانك تسب وتدخل بعرض الشخص وتحول السالفه الى ذنب، وهذا الشيء كلنا ما نبغاه. في الختام حاب اقول لكم ان انا احمد شخصيا ابدا ما بيني وبين اي شخص شيء، مسامح الجميع، سواء سبني في الكومنتات، سواء سبني في اي موقع تواصل الاجتماعي، سب متابعيني. اتمنى عزيزي المشاهد ان الكلام اللي قلته هذا فهمته ووصل لك بطريقه واضحه. المقطع اختبص من بعد شيء لشيء، لان هذا الموضوع صدق انا الاحظه العالم او متابعيني اذا دخلت فيه مشاكل يسبون، يعني فيهم حمية شوي، فيهم يعني ما ادري انتم جنود ولا انتم متابعين، ليه مشاكل؟ ليه يا سوح تروح عند الناس تسفل فيهم وتسب؟ يا ابني ما يصلح، والله العظيم قاعد هذا شيء يضرني انا، فانا اشكرك لدفاعك لكن بطريقه صحيحه. طولت؟ اتوقع المقطع كذا حذف مره بعيدا، لكن ان شاء الله انكم فهمتوا الفكره اللي بيوصلها لكم. في الختام صلوا على نبينا محمد، اكتبوا لنا كلام ايجابي في الكومنتات نبعد عن المشاكل، ودائما وابدا SXB انتم. ايوه الحين في ناس بيزعلون عشان قلت الكود، ايش المشكله يا جماعه؟ هذا مصدر رزق، لو يخيروني بين الكود وبينكم انتوا، انا بختاركم انتوا، ما بختار الكود. شكرا لك عزيزي المشاهد، شكرا للاسطوره رامي على المشاهده، صلوا على نبينا محمد، لا تنسون لايك والاشتراك، ولا تنسون SXB. السلام عليكم يا جماعه.